كذبت صحيفة نيويورك تايمز جملة وتفصيلا كل التبريرات التي ساغها نظام الأسد وروسيا لدحض الاتهامات بشأن نفي مسؤوليتهما عن الهجوم الكيميائي في مدينة خان شيخون. وقدمت الصحيفة في تقرير مفصل قرائن وأدلة تشكك بثلاث ذرائع تتعلق بالتوقيت والمواقع والأسلحة المستخدمة، وذلك استنادا إلى صور الأقمار الصناعية الأمريكية وصور الضحايا التي نشرها ناشطون.